احنا اليوم باختصار اننا واقفين هذه الوقفه، وقفناها من بعد الاجتماع الاخير اللي كنا اجتمعنا مع السيده العمده، اللي لمسنا انه ما كاينش المقاربه الاجتماعيه. كاين جوج نقاط اساسيه علاش اليوم حنا، لان نقاط انيه. النقطه الاولى هي الاشغال الشاقه والملوثه اللي كانت فيها 2 مليون ديال الدرهم، قالوا لنا داروا تحويل ديال 3 مليون ديال الدرهم، كاين 1300 موظف اللي غتستافد. منين جمعنا الحساب غتجي شهرين الموظف على الاكثر، ما كاملاش 3 شهور، واحد 3 شهرين في 12 شهر. النقطة الثانية اللي هي الكفاءة المهنية، اللي هذا العام للأسف أنه كانت واحد المتزارة بدعوى أنهم كيطبقوا القانون، ولكن القانون براء من داك الشيء اللي قالوا لنا. وأنا كنبلغ السيدة العمدة، ما جلساتش معنا ولكن بلغوها الإدارة، أنه امتحانات سنين وهي غدا 31/12/2000، ديما 31/12 آخر. هذا العام داروها في النص ديال شهر 11، حرموا واحد الشريحة واسعة اللي غتكون عندها 6 سنين، القانون كيقول لك 6 سنين. دابا داو الناس 7 سنين، حنا قال لك القانون، قلنا لهم القانون راه ماشي قانون هذا، قلنا لهم حتى واحد ما فوق القانون، بدعوى انه لا الولايه ولا البوابه الوظيفيه ولا وزاره الداخليه. وانا اعتقد ان وزاره الداخليه براء من هذا الشيء، لان وزاره الداخليه كتقول طبقوا القانون. هذا العام غيحرموا الناس، غيدوزوا في شهر 11. هذا الشيء بلغ السيل الزوبه، حنا كنبلغوا السيده العمده الا كان هذا الشيء في خبارها انه توضع حد لهذا الشيء في اقرب الاجل. وراه كاين احتقان اجتماعي في ظل غلاء الاسعار، والموظفين كيعانيوا وشلامة يتقالوا. شكرا. هذا القطاع ديال الجامعات المحلية اللي هو قطاع مهمش واللي كيعاني من مشاكل متعددة، واللي مجموعة ديال القوانين اللي هي تراجعية واللي كتديرها وزارة الداخلية كتخلي بأن هذا القطاع إلا بغينا نقولوا قطاع محقور ما من جميع الواجهات، لا قانونيا لا ماديا لا معنويا لا لوجستيكيا. اذا بالتالي هاد الموظفين المحقورين اليوم جاوا يعبروا على الرفض ديالهم مجموعه ديال القوانين، منها النظام الاساسي ولا القانون الاساسي ديال الوظيفه الجامعيه اللي حاليا كيتناقش، منها هادشي ديال التعويضات اللي ما كيستافدوش منها على غرار باقي الوزارات. وحنا في الاتحاد المغربي للشغل دايرين 18 و19، هو اضراب وطني، وحنا اليوم راحنا في اضراب وطني واللي عرف نجاح باهر بالنسبه للرباط، وفاتحين هذا الاضراب من اجل فتح حوار جدي ومسؤول مع وزاره الداخليه. المشاكل اللي كنعانيو منها هنا في الرباط كيف ما كتشوفوا الاخوه اللي حاضرين، اعضاء المكاتب الاقليميه، حنا باقيين ما تزالش موظفين اعضاء المكاتب الاقليميه. هذا الحوار هذا الاحتجاج دايرينه من اجل يعني من اجل يعني التراجعات اللي كتعرفها اللي كيعرفها من جهه مدينه الرباط في الشخص العمده ديالو على مجموعه ديال القرارات، ومنها البروتوكول اللي تسنى في 7 جوان 2022 ولم ينفذ منه الا بعض البنود ما تنفذش. يعني كاين تراجع خطير بالنسبه لمدينه الرباط فيما يخص الحقوق والمكتسبات التاريخيه اللي اكتسبتها اللي اكتسبوها الموظفين والموظفات الجماعيات على مدى عقود. هذه مساله اللي هي ضروري نهضروا فيها. اذا بالتالي احنا مطالبتنا السيده عمده المدينه بانها يعني تطبق مضامين ديال البروتوكول، تطبق مضامين ديال البروتوكول بجميع الحيثيات ديالو، هذا هو المطلب الاساسي ديالنا. وراه البروتوكول فيه مجموعه ديال النقاط، منها التعويضات، منها امتحان الكفاءه المهنيه، منها الترقيات، منها مجموعه ديال النقاط اللي هي مصدره في البروتوكول. وشكرا. هذه الوقفه جاءت بعدما استنفذنا جميع الخطوات ديال الحوار، لمنا الحوار ديال 2022 اللي كان فيه واحد البروتوكول كامل ومتكامل وقعناه مع السيده الرئيسه المحترمه على اساس ان تكون فيه مؤسسه الحوار، فيه اعطاء التعويضات لجميع الموظفين، خصوصا التعويض الخاص بالتي بي اس الناس المرتبين من 6 لـ9. كذلك وكذا الحريات النقابيه، بالفعل وقعنا هذا البروتوكول، وكنا متفائلين ان هذه المؤسسات الحوار يكون عندها واحد السن اجتماعي طويل المدى، وهذا الشيء اللي كنا كنطمحوا به. ولكن كنتفاجئوا في 2022 ان هاد التعويض ما تعطاش الناس، وسيرتو جاء مع واحد الفتره ديال عيد الاضحى، للناس كانت كتنتظر بفارغ الصبر
ان حتى الموظف الجامعي ان عنده واحد الراتب راه هو راتب هزيل مقارنه مع الوزارات الاخرى، راه معروفه هذه القضيه على الصعيد الوطني. هذا الرباط الوحيد اللي كيكون عنده مشاكل في التعويض هذا، وجميع المدن ديال المغرب راه كتستافد لا من الطي بي اس حتى من السوا الاضافيه. حنا راه ما كنستافدوا لا من الطي بي اس لا من السوا الاضافيه، لهذا الرباط عنده واحد الخصوصيه كنظن بالنسبه لهم، ان هاد الموظفين هادو ربما ما يستاهلوش. بالعكس ان الموظفين ديال الرباط راه هما اللي هازين على كتافهم الهم ديال المواطن. راه كتشوف باعينكم ان الموظف هو في الحلمه ديال الموظف، والليجاليزاسيون الموظف هو اللي كيسهر على المصالح ديال المواطن المباشره. 2023 كذلك مثال، تلاقينا مع السيده الرئيسه المحترمه بواحد الحوار، ان شرحنا لها الحيثيات والظروف اللي كيعيشوها الموظفين على صعيد الرباط. هاد الظروف هي مزريه، ان جميع الموظفين دون استثناء راهم كيخدموا في هاد كما كنقولوا في هاد شبه الاوساخ اللي كي الطي بي اس كتعطى على قبله. انا ملي كيخدموا الموظفين في الحاله المدنيه ولا في الارشيف، راه كتعرفوا الارشيف والحاله المدنيه بعض الخطرات الغبره اللي كطيح منها راه كتشكل حساسيه للموظفين، وشحال من موظفين انهم تصابوا بالحساسيه بهذه القضيه هذه. كنقول لهم صرفوا لهم عاد التعويض البسيط اللي هو الواحد والاوحد اللي كيستافدوا منه. ناهيك على الراتب الهزيل. تفائلنا خيرا عاوتاني 2023 انهم هاد التعويض يتعمم وانا تعطى فيه عده اشهر، ولكن كنتفاجئوا ان كيتقلصوا ان كنسمعوا ان تعطى شهرين وهذا، ولكن حنا كنرفضوا هاد المقترح. حنا بغيناه يدخل في الصالير ويدخل في الماندا، حيت هذاك الماندا ديال او الصالير او الراتب ديال الموظف الجامعي راه هو هزيل وهزيل جدا. لهذا نناشد المجلس وعلى راسهم السيده الرئيسه المحترمه انهم يراعوا المصلحه ديال الموظف وراعوا المصلحه ديالهم الماديه. راه الموظف الجامعي راه مقهور بالدارجه مقهور.